مستر فايرل، خلينا نتكلم شويه في موضوع الاهلي والمستقبل، العلاقه مع اداره النادي الاهلي، العلاقه مع الكابتن محمود الخطيب، قعد معاك كم مره خلال السنه؟ هل بالفعل بدا مفاوضات التجديد معاك للموسم القادم؟ وقعدتوا كم مره عشان تجددوا السنه اللي جايه؟ مش هقدر اقول لك كام مره، لان احنا بنقعد كتير، بنقعد بيبقى في لقاءات واجتماعات صغيره ما بيننا، ومقابلات كلها بتبقى فعاله ومهمه بالنسبه للنادي. وبالنسبه للعقد اتناقشنا اكتر من مره ان احنا عندنا النيه ان احنا نجدد العقد من ناحيتي ومن ناحيه النادي. انا ما اقدرش اتكلم بالتفاصيل. لا انا مش عايز تفاصيل، انا بسالك يعني. طب في موضوع التجديد قعدتوا كم مره في التجديد؟ برضه مش هقدر اقول لك كم مره، لان مش عد كم مره، احنا اتكلمنا اكتر من مره، مش احنا بنتقابل كتير جدا، مش هقدر اقول لك كم مره منهم اتكلمنا عن مواضيع معينه. احنا بنتكلم يعني، ممكن يكون الموضوع العقد ده نقطه من النقاط اللي اتكلمنا فيها، بس انا شايف مفيش اي ضغط عليا او عليهم، احنا واخدين وقتنا انا والنادي، عندنا وقت كافي ان احنا نتناقش بالتفاصيل الكامله للعقد قبل ما نبرم العقد.